حول هذا الموضوع ينضم إلينا القيادي في تحالف عزم الأستاذ محمد نوري العبد ربه. مرحبا بك أستاذ محمد. كما تشاهد 4 سنوات على تحرير الموصل ولم يعمر بناء مهدم حتى هذه اللحظة. الناس حينما تشكو أستاذ محمد تشكو حقيقة حتى عن النواب. أنتم أيضا مثلتم محافظة نينوى بشكل عام والموصل بشكل خاص، يقولون إلى أين الملتجأ وهل ذهبت أصواتنا سدى ولماذا لم نعوض حتى هذه اللحظة؟ كيف تجيبون؟ مساء الخير عليكم وعلى مشاهدي قناتكم الكرام. يعني حقيقة عندما يوكل الأمر إلى غير أهله هذه هي النتائج. اليوم ما موجود لدينا تخطيط واضح نستطيع أن نقدم به خدمات إلى أبناء محافظة نينوى. يعني إذا مثلا أخذنا ما هي الأهمية الأولى بالنسبة لأبناء المحافظة في عملية إعادة الإعمار، هل هي الأولوية هي إعادة الجسور أم المستشفيات أم التعويض أم البنى التحتية؟ لا يوجد لدينا خطة واضحة، لأننا لسنا بصراحة نقولها لسنا أصحاب قرار، نحن نطالب، نحن ندافع، نحن ننتقد، لكن القرار الأول والأخير كان بيد الحكومة المركزية. هناك عمليات هدر للمال العام حصلت بعد تحرير محافظة نينوى بمبالغ كبيرة جدا، هناك صفقات فساد أيضا حصلت بعد تحرير محافظة نينوى، وكنا دائما نتكلم عن هذه الصفقات وكنا دائما نتكلم عن هدر المال العام، لكن اليوم السياسي ما بيده سيف حتى يقطع رأس فلان أو يقطع رأس فلان لأنه هدر المال العام أو سرق. ما علينا أن نقدم الملفات، ما علينا أن ننتقد، ما علينا أن نوضح سواء للرأي العام الداخلي أو الخارجي أو الحكومة المحلية أو المركزية أنه هناك عمليات فساد، هناك هدر المال العام، هناك عدم إعطاء أولوية. يعني ليس من المنطق اليوم أن أتحدث بعد 4 سنوات عن ترميم جسر أو ترميم مطار أو ترميم مستشفى. هذا ما منطق بناء دولة. الدولة خلال 4 سنوات أو 5 سنوات ممكن أن تنتقل من مرتبة معينة متدنية إلى مراتب متقدمة في المجتمع الدولي، وشاهدنا بعض هذه الدول اللي في خطة ل5 سنوات. مثلا إذا ننطي مثلا أندونيسيا أحد الدول التي تقدمت خلال 5 سنوات وبنت أبراج ناطحات السحاب. اليوم أنت تتحدث لي عن 4 سنوات، أنا لحد الآن ما رجعت الموصل إلى ما كانت عليه في عام 2014. إذن هناك تقصير واضح. هذا بالنسبة للبناء ولإعادة الإعمار والتعويضات. المغيبين قصة أخرى ومفجعة، يعني نتحدث عن قرابة 8,000 إلى 9,000 تتحدث التقارير، 9,000 مغيب في عموم نينوى، وحتى هذه اللحظة كأنما يبدو الملف من يتعمد إهماله وتغييبه، لماذا برأيك ومن المسؤول عن ذلك؟ شوف أخي العزيز، نتحدث عن المغيبين بشكل عام ونتحدث عن أشخاص معروفين بشكل خاص غيبوا بطريقة أو بأخرى سواء بغطاء الدولة أو بالدولة نفسها. يعني اليوم لدينا مشكلة الدولة ولدينا مشكلة اللا دولة. اللا دولة تتعامل بالدولة نفسها. اللا دولة حتى موجودة في الموصل في نينوى وحاليا ترشح للبرلمان برأيك؟ من عفوا السؤال. أقصد اللا دولة موجودة ومتنفذة حاليا في الموصل ولديها ترشيحات أيضا في البرلمان؟ موجودة اللا دولة موجودة في كل العراق، في كل محافظات العراق، في بغداد، في نينوى، في النجف، هناك شيء خارج إطار الدولة، خارج القانون، يتحكم بالدولة، يتحكم بالقانون. كيف يتحكم؟ يتحكم بالدولة نفسها هي. يعني إذا نتحدث عن سلاح دولة، نتحدث عن أموال دولة، نتحدث عن اقتصاد دولة، إذا لدينا تضارب بهذا المشكلة. عندما نتحدث عن الأخوان المغيبين، يعني في غالب الأمر أين هؤلاء؟ كيف حصلت هذه معهم؟ أين ذهبوا؟ من اختطفهم؟ لا نجد إجابة واضحة بصراحة، لا من الحكومة ولا من الأجهزة الأمنية ولا كل القوات المسلحة، وأعني بها الجيش أو الشرطة أو الحشد أو ما إلى ذلك، أو ما يكون تحت غطاء الدولة أو ما يسمى بالقوات المسلحة. لا يوجد أي جواب. يعني اليوم عندما تتحدث مع حكومة مركزية وتقول هناك كانت سيطرات رسمية من قبل الدولة، هي من أخذت هؤلاء؟ أين تلك السيطرات؟ هي الدولة نفسها جاوبك تقول لك أنا ما أدري. طيب إذا كانت الدولة ما تعرف، إذا المواطن يعرف المواطن؟ لذلك يا أخي العزيز، نحن إن شاء الله سنباشر بهذا الملف قريبا فيما يخص الكشف عن مصير هؤلاء. إذا
الحصول على إجابات داخلية كان بها. إذا لم نستطع عن الإجابة عن 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 ها عن يعني عن مصير هؤلاء، سنضطر إلى تدوين هذا الملف سواء عن طريق المنظمات الدولية، سواء عن طريق المجتمع الدولي، سواء عن طريق الأمم المتحدة. يعني اليوم أنا غير مستعد أن أفقد 8000 أو 7000 شخص في محافظة نينوى بصفة مغيبين، على أساس أنا الداعشي متهم ومجرم ما عندي مشكلة معه، أنا أتحدث عن ناس مدنيين حتى لا تنخلط الأوراق. يعني أكو من يخلط بالأوراق يقول لك هذول دواعش، يقول لك هذول انهزموا. لا، أنا ما أتحدث عن داعش، أنا أتحدث عن ناس مدنيين خرجوا من محافظة نينوى أثناء احتلال عصابات داعش. هؤلاء غيبوا في عام 2014 وعام 15 طيب. 2016 طيب. كلهم غيبوا أثناء عملية التحرير، حتى ليس الخلط في بعض الأحيان قسم من الأخوة السياسيين يمزجون الموضوع ويحولون الموضوع على أن هؤلاء دواعش. نحن لا نتحدث عن داعش، داعش موجودين، الأسماء موجودة، نعرفهم وتعرفهم الحكومة مثل ما إحنا نعرفهم. نحن نتحدث عن أشخاص ليس لهم علاقة لا بداعش ولا حتى بالحكومة، ناس مدنيين أصحاب عمل خاص ما لهم علاقة في كل هذه التفاصيل. خرج من الموصل إلى بغداد وغيب الطريق، خرج من الأنبار إلى بغداد وغيب، وهكذا. هذه طريقة المغيبين، وعليه سيكون لدينا موقف في المستقبل. بالحديث عن موقفكم أستاذ محمد نور، أنتم في تحالف عزم. نعم. بالحديث عن موقفكم، أنتم في تحالف عزم، لديكم خطة؟ بما أننا نتحدث وتقولون أن الانتخابات القادمة هي انتخابات مفصلية لإزالة الوجوه التي لم تجلب المصلحة والنفع للموصل المتضررة، ما هي خطتكم واستراتيجيتكم؟ عفوا، خطتنا في ما يخص ماذا؟ الإعمار أم المغيبين؟ بما يخص الإعمار، بما يخص الإعمار وبما يخص المغيبين، نحن قادمون على انتخابات قريبة جدا. يعني هي الانتخابات إذا ما حصلت فهي بعد 3 أشهر، من الصعب أنه اليوم أنا أقول لك راح أسوي إعمار أو راح أبحث عن مغيبين خلال هذه 3 أشهر، لكن أنا أتحدث عن خطة آنية ومستقبلية. لدينا أولويات فيما يخص الإعمار في محافظة نينوى، لدينا خطة على إنشاء مشاريع استراتيجية لمحافظة نينوى. يعني اليوم أنا ما أتحدث عن بناء مدرسة، أنا ما أتحدث عن تبنية شارع، أنا أتحدث عن مشاريع استراتيجية كبيرة، ومنها مثلاً إنشاء مطار السحاج الكبير اللي يعتبر هو هذا يعني مشروع استراتيجي لمحافظة نينوى.